في إطار رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي خاصة بالمناطق النائية، استفاد دوار جبور والشاذلي بالمحمدية من ربط 1011 سكنا بالغاز الطبيعي، حيث عبر السكان عن فرحتهم بهذه المادة الحيوية. هذا ويرتقب استفادة عدة مناطق أخرى بهذه المادة. التغطية لغنية غنمي. مشروع اللي راح يمس أكثر من 1100 عائلة على مستوى متجمعين ثانويين، منطقة جبور ومنطقة الشاذلي، لإيصالهم بشبكة الغاز الطبيعي. هذه المادة الحيوية والضرورية. احنا سطرنا برنامج على مستوى الولاية اللي راح يمس أكثر من 19000 عائلة لربطها بهذه الشبكة، واليوم الحمد لله كنا في شهر رمضان انطلقنا على مستوى عدة مناطق من الولاية، واليوم تتمة لهذه البرنامج رانا متواجدين في بلدية المحمدية. تكلفة للمشروع حوالي 44 مليار سنتيم، وتكلفة الربط للسكن الواحد هي 43 مليون سنتيم. المدة الإنجاز 310 يوم لشبكتين النقل والتوزيع. والحمد لله يا ربي صونا الغاز ثاني استجبت لنا، مين ترانا نعانوا من الغاز، والحمد لله يا ربي هما جابوا لنا الغاز، وكنا مضرارين بزاف من الغاز، والحمد لله اليوم راه ساعدنا ونشكروا السيد الوالي، راه زارنا في دوار شاذلي وعطانا هذا المشروع الحمد لله. كنا نشدنا على عدة أمور، والوقت الحالي راهم وفرونا الغاز. نشكروا السيد الوالي ونشكروا رئيس الجمهورية على هذه المبادرة اللي وقفها مع دوار شاذلي.